بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المعتقل عبد الله حبيب عبد الله سوار، نزيل في سجن جو المركزي مبنى 13 غرفة 7 عنبر 1، محكوم ب40 سنة. أفنت وما ذكر في برنامج مجتمع واعي في تلفزيون البحرين على لسان رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري وبقية المتحدثين بشأن الأوضاع في مركز الإصلاح والتأهيل سجن جو. وأوجه كلامي للمدعوة ماريا خوري: ألا تخجلي وأنت بهذا العمر بشعرك الأبيض أن تكذبي على الناس وعلى الله؟ احترمي شيب شعرك واتق الله في نفسك وفي الناس وأهالي السجناء المساكين. كونوا صادقين مع الناس ومع أنفسكم ولو لمرة واحدة. وإنا نعتقد أن ما بث من حقائق مزيفة وأكاذيب ليس لطمأنة الأهالي عفوا، بل لتلميع صورة النظام وتغييب الانتهاكات الإنسانية في المركز. وهنا أذكر نقاط أحتج بها على ما ذكر. 1- ما ذكر بشأن التعقيم في اليوم الباني هو أمر عاري عن الصحة، ولم يتم تعقيم المبنى لا لمرة واحدة منذ وصولي للسجن قبل 5 أشهر، وبإمكانكم مراجعة كاميرات المبنى لتثبت ذلك. 2- بشأن الاتصال المرئي فلم نره إلا في التلفاز، ولم نسمع عنه إطلاقا، ولم نستخدمه بتاتا. 3- إنا لا نرى الشرطة يلتزمون بلبس الكمامات إلا بعضهم. 4- لا يوجد أي إجراءات احترازية داخل المبنى حيال كورونا. قبل أيام شخصيا كنت أعاني من زكام شديد وعطاس متواصل، وعندما أخبرت الشرطة لإجراء فحص احترازي فلم يعيروني أي اهتمام. 5- يمكث النزيل لمدة 23 ساعة في الزنزانة، وساعة واحدة فقط مدة التشمس، وهذه مدة ليست كافية لحاجة الجسم اليومية للشمس، لذلك تنتشر الأمراض الجلدية وتقل مناعة النزلاء. 6- أعاني من أعراض القولون والمعدة، وأحاول تكرارا منذ 5 أشهر أن تصرف لي وجبة تتناسب مع حالتي الصحية، ولا يوجد أي تجاوب من قبل الأطباء في العيادة، إضافة إلى تعامل الأطباء السيء مع النزلاء وعدم اهتمامهم بحالاتهم. أخيرا أشير إلى أن التواصل مع المعنيين في السجن صعب جدا، ولا يوجد قنوات اتصال ثالثة مع المسؤولين لطرح المشاكل والمطالب وشكاوى النزيل. ونؤكد أن ظروف السجن لا تسمح أبدا لاستمرار الاحتجاج، وخطورة وصول الفيروس كبيرة، ولن ينفع الندم إذا حدث ما لم يحمد عقباه، إضافة إلى التضييقات المستمرة منذ وصول المدير الجديد، آخرها تضييق على السجناء في شأن الاتصال ووضع 5 أرقام فقط للتواصل في الاتصالات، وهذا ما يضيق على السجناء. فالسجناء يريدون التواصل مع أهاليهم، معظم أهاليهم وأصدقائهم، ووجود 5 أرقام فقط هذا انتهاك لحق السجين في الاتصالات مع خارج السجن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والعاقبة للمتقين. عبد الله هيب سوار، 7 أبريل 2020 ميلاد.